هل استثمر وجود الفكرة واللغة داخل إطار واحد؟ وهل هذا هو الذي يسجل تميز الشعر الشعبي على الأقل جماهيريا على الشعر الفصيح؟ يعني على الأقل الشاعر الشعبي غير متكلف، هذا واحد. الشاعر الشعبي كمان يميز أنه غير مقيد، تبي صحيح بيبي. ومثل ما قلت يعني أنه إذا كان يفكر بالعامية فهو يكتب بالعامية، وشعر الفصحى وهذه حقيقة يعني معظمهم يفكرون بالعامية يكتبونها كفصحى، حتى يتهيأ لك انه بعض القصائد كانها تمثيليات اللي تشوفها في التلفزيون او شيء عن العرب، او عن وانت تتاكد انه لا هذا لبسهم ولا هذه طريقتهم يعني، ولا مستحيل يعني يكونون كذا. انما اعتقد انه الشعر الشعبي اقرب للمتلقي، لمجرد انه يعني ليس متكلف معه، لا يحاول أن 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 يعطيه إحساس أنه هو أفضل منه، أو هو أكبر ثقافة منه، أو هو أوسع اطلاع منه. ربما الفكرة واللغة عند الشاعر العامي داخل إطار واحد يعني، اي نعم، وهنا يمكن استثمار متمنى، اي نعم، خاصية يعني. انه تفكيره هو اللي يطرحه اصلا يعني، يعني مباشره يعني، ما هو بحاجه الى 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 انه يكبر هالفكره او يصغرها او يجسدها، او مجرد انه يطرحها مثل ما هي بهالبساطه فتصل اسرع يعني.